طبعا احنا محافظه القاهره تحديدا ما فيش فيها ارض زراعيه بالمعنى المعروف، لكن فيها بنى على ارض ملك الدوله، فيها بنى بدون ترخيص، فيها بنى مخالف، فيها بنى غير امن، فيها جشع، فيها حب للمال، فيها ضحك على المواطنين، فيها بيع الوهم للناس، وانه الناس بتفتكر انه اول ما يشتري شقه ويلحق يوصل كهرباء او يسرق كهرباء انه مشكلته اتحلت. انا عاوز اقول مشكلته ابتدت ما اتحلتش، لانه هيفضل طول عمره يسرق كهرباء، هيفضل طول عمره يسرق ميه، هيفضل طول عمره ما يقدرش يثبت ملكيتها، هيفضل طول عمره ما يقدرش يبيعها، هيفضل طول عمره ما يعرفش يورثها. كل القضايا دي هتلاحقه بعد كده، وهيلاقي فيه قضايا في المحاكم، وهيلاقي عليه ونحو هناك احكام تنطق بالحبس وغيره. فانا بقول للمواطنين ارجو ان هم يعني يجدوا مما يحدث الان يعني تذكره لهم جميعا، انه الشخص لا ينخدع بان حد بيبيع له شقه رخيصه او يقول له انا مظبط نفسي مع كل الناس وما تقلقش، انا مظبط الكبير والصغير وكل الكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده شغل الفهلوه والفقاقه والحاجات دي. ارجو ان الجميع ياخد رساله مما يحدث هنا، وعلى فكره احنا ما خلصناش هنا، احنا مستمرين ان شاء الله الى ان ندير كل هذه العمارات.